حياكم الله، نبدأ على بركة الله. أول مواضيعنا لهذا المساء وبالتحديد مع ملتقى كبار السن، حيث نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة فعاليات ملتقى كبار السن العاشر في استراحة السحب بمدينة خورفكان عروس الساحل الشرقي، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام. خلونا نتعرف على تفاصيل مجريات هذا الملتقى من خلال تقريرنا الأول، ومن ثم نتعرف على تفاصيله من خلال ضيفتنا في الاستوديو. من أجل تلبية احتياجات كبار السن وتوفير سبل الحياة الكريمة وبيئة إيجابية داعمة تراعي رضاهم، جاء ملتقى كبار السن العاشر تحت شعار المجتمع الرقمي لكبار السن في استراحة السحب بمدينة خورفكان للمشاركين من الأخصائيين وافتراضيا للجمهور، وبحضور سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة. طبعا ملتقى خدمات كبار السن خلال العقد المنصرم دائما ما كان يركز على إطلاق مبادرات وممارسات عالمية تساهم بتعزيز جودة الحياة لكبار المواطنين وكبار السن، وخاصة في دائرة الخدمات الاجتماعية دائما ما نحرص على إطلاق مبادرات نوعية تعزز الحياة الكريمة لكبار السن في إمارة الشارقة. طبعا إمارة الشارقة هي أولى المدن العربية المنضمة للشبكة الدولية للمدن المراعية للسن، وهذه الممارسات تساعد بتطور الخدمات ووصول أفضل الخدمات الرقمية لكبار السن. ناقش الملتقى مستقبل الخدمات الرقمية وفرص الارتقاء بها وتحقيق طفرة نوعية في شتى مجالات الرعاية والحماية لكبار السن، والتي من شأنها أن تكون رافداً مهماً في مجالات التطوير في كل من مجالات الرعاية والحماية والتنمية المستدامة، ليتمتع الجميع بمن فيهم كبار السن بأنماط عيش صحية. شارك اليوم باسم جمعية الإمارات المسؤولية الاجتماعية في ملتقى كبار السن لتحدث عن الخدمات الرقمية. طبعاً قدمنا ورقة عمل تكلم عن الحاجات الضرورية من الخدمات الرقمية لكبار السن وأفضل الممارسات للدول الأخرى اللي في هذا المجال من ناحية الروبوتات أو من ناحية أفضل التطبيقات اللي تخدمهم أو تخدم مرافقين كبار السن. الله يخلي الشيخ سلطان على هذا المشاريع الطيبة. وين نحن أول؟ نحن وين؟ تحت الأرض، والحين معالي فوق السحاب، والحمد لله. الله يطول بعمره ويبارك فيه ويخليه ويمده في عمره. هالمشاريع الطيبة ما الحصون والقلاع والأبراج وغيرها وغيرها وغيرها، وهذا من صخاته. ها الحمد لله، جزاه الله خير يا أبو محمد، ما يقصر. ملتقى كبار السن العاشر يسعى إلى تبادل الخبرات مع الجهات الدولية فيما يخص مبادرات وبرامج التمكين التي تحقق المشاركة الفعالة لكبار السن في المجتمع. حياكم الله إذن مشاهدينا، مستمرين وإياكم في هذه الأمسية، ويستمر حديثنا أيضا عن ملتقى كبار السن العاشر الذي انطلق تحت شعار المجتمع الرقمي لكبار السن. يسعدني أن أرحب في استوديو أماسي بالأستاذة سكينة حسن هاشم رئيس قسم إسعاد المتعاملين وعضو اللجنة التنظيمية لملتقى كبار السن العاشر. يا هلا ويا مرحبا بك سكينة. في البداية خلينا نتعرف ونعرف السادة المشاهدين على ملتقى كبار السن اللي ينظم بشكل دوري يعني في كل عام. مرحبا أختي ريم. بداية حرصا من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لحماية أو توفير الخدمات لجميع الفئات بالمجتمع وخاصة فئة كبار السن، وكون الشارجة أول مدينة عربية مراعية لكبار السن، تنظم دائرة الخدمات الاجتماعية بشكل سنوي ملتقى خدمات كبار السن، وحتى وصلنا لليوم دورته العاشرة بشكل سنوي الموضوع. شو أهميته يمكن في تعزيز الخدمات اللي تقدم لكبار السن الحقيقة؟ أمانة الملتقى بشكل سنوي يستقطب عدد من الخبراء
والمسؤولين من المؤسسات سواء كانوا محليين أو عالميين. نعم. ونناقش فيها اللي هي القضايا، قضايا كبار السن. نعم. وسلطنا الضوء خلال هذا الملتقى على الخدمات الرقمية. جميل. بالعادة كيف يتم اختيار ربما الخبراء اللي يشاركون في الملتقى في كل عام؟ على حسب موضوع الملتقى في العام نفسه؟ صحيح. هو على حسب شعار حتى الملتقى. كون لهذه السنة كان شعار الملتقى اللي هو الخدمات الرقمية لكبار السن. فإحنا سلطنا الضوء في ظل الجائحة هذه، جائحة كوفيد، والخدمات اللي تقدمها دائرة الخدمات اللي هي الرقمية صارت لهم، وكيف إحنا نحاول نرضي الكبار السن. هي بداية نحاول نشوف شنو متطلباتهم زائد رضاهم، لأن تعرفين كبار السن حاليا ما يتقبلون أي فكرة تكونين أن أنت وراء شاشة يبي يكلمك وأنت موجودة معه. بس في ظل الجائحة هذه صرنا مضطرين أن احنا نتواصل معهم بشكل افتراضي من خلال الخدمات الرقمية، والخبراء اللي نستقطبهم أو نختارهم يتم اختيارهم على حسب الدراسات اللي يقدمونها أهما بشكل عام، سواء كان بشكل محلي أو خليجي أو عالمي. في النهاية الهدف من هذا الملتقى تطوير الخدمات التي تقدم لكبار السن. جميل. أنت قلتي على حسب متطلباتهم يمكن يتم تنظيم هذا. صحيح. الملتقى، هل تغيرت هذه المتطلبات بعد جائحة كورونا سكينة؟ هل دخل عليها متطلبات جديدة متعلقة بالتواصل الإلكتروني أكثر من السابق؟ صحيح. تعرضوا اللي كنا حاليا الشيء السائد أو الموجود لازم تتواصلين مع الشخص بشكل افتراضي. ممنوع أن يكون شيء الشخص يكون موجود معك، حرصا على سلامة كبير السن. فصار الموضوع عندنا خدمات أوريدي كنا نقدمها في دائرة الخدمات الاجتماعية كانت واقعية، من زيارات منزلية، من زيارات حتى الدكتور، علاجات طبيعي، العلاج الطبيعي إلى آخره من الخدمات الموجودة. فحاليا مواكبة للجائحة صار الموضوع أن لازم نلجأ للمجال الافتراضي اللي هو العلاج الطبيعي، صار خلال الشاشة، زيارة الطبيب صار من خلال الشاشة. فلازم إحنا حتى نهيئ لكبار السن موضوع أنه الشخص هذا موجود معك لكن من خلال من وراء الشاشة، فما نقدر نفهمهم، لأن أحيانا في بعضهم يتضايقون إنه يعني كيف لا أبى أشوفها قدامي، أبى أكلمها، نفهمها يا أبوي ما علي عشان صحتك في النهاية. الدائرة تسعى لحماية الفئات جميعا، خاصة كبار السن، لأنهم الخير والبركة عندنا، فلازم نفهمهم هذه الموضوع. فعشان كذا قاعد أقول لك نمشي مع التطور زائد رضاهم. نعم. في هذا الموضوع إلى الآن مدى تقبلهم لمسألة الانتقال من اللقاء وجها لوجه للوسائل الافتراضية؟ تقبلهم كم جميل. نسبة تقريبا؟ لا جميل، لأن صار الموضوع سريع. قبل كان على حسب المشوار، لأنه فرضا في الجائحة. صحيح. هو أمانة الموضوع صار في سرعة، في استجابة سريعة للموضوع. يبي الدكتور دايركت يصير الموضوع انه يكلمه من خلال التليفون، سواء كان هاتفي او حتى من خلال الشاشه. فصار الشيء سهل بالنسبه له، يشوف انه قاعد يواكب التطور. يعني التكنولوجيا من كبير سنه عنده تكنولوجيا وتليفون وشاشه والى اخره من هذه الامور ما يتقبلها. فصار الحين الموضوع لا، حتى احنا عندنا امانه في مركز خدمات كبار السن مستفيدين تابعين لنا، كنا نحاول مبدئيا قبل الجائحة، قبل يصير الموضوع هذا كله، كنا نواكبهم في موضوع الدورات اللي هي البرامج التواصل الاجتماعي، سواء انستغرام، سناب شات. فكان في إقبال، فكان في إقبال. فالحين صار الموضوع أنه أنا أقدم خدماتي كلها من دون ما أنا أوصلك لين البيت، من دون ما أعرض الشخص هذا للخطر. فالإقبال جميل أمانة. وغير كذي صار سهل أنهم يتواصلون معنا على الخط الرئيسي للدائرة 870 ونقدم جميع الخدمات الموجودة فيه. جميل. الآن كيف يتم تحديد يمكن الوسائل الإلكترونية الأكثر ملائمة والأكثر احتياجا من قبلهم؟ يعني إذا كان في تطبيقات معينة، برامج تواصل معينة مثل زوم أو غيرها من البرامج، كيف يتم تحديد إذا كانت هذه التطبيقات ضرورية جدا لكبار السن وبالتالي دعمهم أو إطلاعهم عليها؟ هو على حسب كل كبير سن شنو متطلباته.
فيصير الموضوع الخدمات كلها صايرة على نفس ما قلتي عن طريق زوم، حتى تم عرض الملتقى بشكلين عندنا هني. صحيح. صار واقعي وافتراضي. الواقعي الملتقى أقيم في استراحة السحب في مدينة خرفكان. صحيح. وكان في عدد من الحضور اللي هم من مسؤولي الجهات الحكومية قرابة 40 شخص تقريبا، وزائد في العرض الواقعي هناك كان عرض افتراضي لهم. هي. وعدد الحضور يتراوح من بين 200 إلى 200 وشوية تقريبا كانوا موجودين على الافتراضي. ما شاء الله. نشوف طبعا في الصورة الآن هذا الملتقى اللي نظم يمكن في استراحة السحب مثل ما ذكرنا مسبقا، وتم الدمج، والجميل جدا أن تم الدمج بين الحضور الواقعي وكذلك أيضا الحضور الافتراضي عن طريق المنصات المختلفة اللي موجودة للتواصل. بالتأكيد في هذا الملتقى تم التركيز على محورين أساسيين. سكينة، دعينا نتحدث عن هذه المحاور الأساسية ونعرف السادة المشاهدين أيضا عليها. المحور الأول كان تحت عنوان الفجوة الرقمية في مجتمع كبار السن. نعم. وكان يضم عدد 6 أوراق علمية. وكانوا الحضور اللي أقصد المشاركين مش فقط من دولة الإمارات، هم كانوا حتى من دول مجلس التعاون، وحتى عندنا كانت في مداخلة هاتفية من مصر، أيضا كانت عندنا الدكتورة سماح من كندا. فكان في تنوع، مو مسلطين الضوء على أشخاص موجودين فقط، فاللي كانوا موجودين في الملتقى اللي هم أوردي من الدولة. الافتراضي اللي كانوا عن بعد كانوا من خارج الدولة. من خارج الدولة صحيح. ومو بس كان مقتصر على الموضوع أن دول مجلس التعاون نفس ما قلت لك. والمحور الثاني كان يتكلم عن مستجدات الخدمات الرقمية لكبار السن. وكان الموضوع هنا في تبادل خبرات. وتناولت 4 أوراق علمية. فكان تبادل الخبرات من حيث القضايا اللي قاعدة تواجههم اللي هم كبار السن. تنوعت طبعا، مو بس فقط تعرفينهم، يكون في دمج من كذا دولة، فتعرفين ايش قاعد يصير من كل دولة، ايش قاعد يصير عندهم، شنو القضايا. يصير عندنا احنا ناخذها كخطوات استباقية للأشياء اللي قاعدة تحدث معاهم. صح. فكيف انا اتخذ اجراءاتي كدائرة خدمات اجتماعية وعندي فئة نسلط الضوء عليها دائما اللي هي فئة كبار السن. فكان في تبادل خبرات، كيفية حتى تطور او تطوير الخدمات اللي احنا نقدمها. في النهاية هني احنا مستفيدين من الملتقى من كل النواحي. جميل جدا الحقيقة، يعني المشاركة مع المجتمع الخليجي أو كذلك المجتمع العربي حتى نعرف يمكن أبرز القضايا اللي تجمع الحقيقة كافة كبار السن في الوطن العربي أو حتى في دول الخليج العربي. ومثل ما ذكرت يعني يتم تبادل الخبرات. نحن نعرف بما أنك تحدثتي عن المسجدات أن كل يوم في شيء جديد في عالم التواصل الرقمي، كيف تكونون دائما حريصين على أن كبار السن يتم تزويدهم بآخر هذه المستجدات أو يكونون مواكبين لأحدث التطورات اللي تناسبهم فقط؟ أمانة لكل مستفيد أخصائية مسؤولة عن حالته. هي. فيصير أكيد في تواصل من خلالها مع الكبير السن، ونفس ما قلتي نعطيه آخر الأخبار شو راح يصير معانا. وتم تهيئته طبعا. تهيئته طبعا لازم نهيئة، لأن في نفس ما قلت لك في بعضهم ما يتقبلون. فيصير إن إذا شخص أنت أوريدي مسؤول عنه، فأكيد يوم تيت تشرح له موضوع جديد راح يصير، إحنا راح بدل ما أنا أشوفك كل مرة راح يصير إن أنا أتكلم معاك من خلال التليفون، من تليفون يصير إن أنا أشوفك الحين، فيشوف إنه هو أصلا حتى صار معه الجيل الشباب. صح. قاعد يواكبهم في موضوع التطور. فبالعكس هو أصلا يتحمس أنه يبي يتعلم حتى شلون راويني. أبا أعرف إذا بكلمك الحين، حتى أحيانا يصير في مكالمات مو في وقتها، حتى أحيانا أنه أبي أشوفك أبي أسلم عليك أبي أكلمك إلى آخره. يعني هي في النهاية لازم ما نحس وما ما نخلي الموضوع أن التكنولوجيا. نعم. هي ما راح تعدم التواصل الاجتماعي. صحيح. يعني في النهاية كبار السن من بدايتهم متعودين أن يروحون ويزورون والناس تدخل عندهم ويشوفونهم ويشوفونهم، فمع التكنولوجيا فيحس أن نفسه صار انطوائي أن أنا بس مع شاشة. فإحنا نفهم دائما أن هذه الشاشة توصلك، هاي الشاشة اللي خدمتك بالضبط، توصلك بالآخرين، وهي المستقبل. المستقبل اللي قاعد يصير عندنا الحين لازم إحنا نواكبه.
فأنت ككبير سن ما نقول إن كبير السن ما يعرف إيش قاعد يصير بالدنيا أو إيش قاعد من تطور تكنولوجي قاعد نوصل له إحنا اليوم. نعم صحيح. فبالعكس إحنا نهيئهم حق هذا الموضوع. بالتأكيد سكينة يمكن يبدأ الموضوع على أساس إنه هو حاجة كبير السن في تعلم تطبيقات معينة أو التواصل وإياكم من خلال تطبيقات معينة، لكن في النهاية أنا أعتقد إذا تعلموا وتهيئوا راح يتحول الأمر من حاجة إلى متعة واستفادة. صحيح. لأن هذا بيفتح لهم أبواب عديدة الحقيقة من ربما الاستفادة، الثقافة، المتعة اللي موجودة في عالم التواصل الاجتماعي، فهذا كله يعود بالفائدة عليهم. صحيح. الحقيقة وليس فقط لمجرد التواصل لحاجتهم يمكن الصحية أو النفسية أو حاجتهم للتواصل مع الآخر. صحيح. هذا شيء جميل جدا. صحيح. الحقيقة بالتأكيد هناك مخرجات، هناك أيضا توصيات طلعت من هذا الملتقى، لو نتحدث عنها بشكل مفصل. المخرجات والتوصيات أمانة كانت عديدة، فراح ناخذ أبرزها. هو كان الموضوع من المخرجات الدمج أو وضع اللي هي الدروس لكبار السن. كون كبير السن نفس ما قلتي ما يعرف لمواضيع التكنولوجيا، فليش ما يصير في دروس خاصة لهم؟ يصير الموضوع أنهم قاعدين يعلمونهم على البرامج اللي موجودة. هذه اللي طلعنا منها. غير كذي الربط الإلكتروني مع المؤسسات الإلكترونية سواء اتصالات وغيرها، هذا شيء مهم عشان إحنا نطلع في النهاية بفائدة لجميع الفئات وخاصة أهما، وخاصة موضوع التطور بالتكنولوجيا. هذا كان مطلوب أمانة منا أن احنا وما نسلط الضوء على التكنولوجيا وننسى الجانب السلبي اللي يمكن يتعرضون له كبار السن، اللي هم يحسون أنهم نفس ما قلت لك أنه احنا ما قاعدين نطلع، احنا ما نروح مكان، احنا بس نتواصل مع الناس كلها بالشاشة. من خلال يعني عملكم سكينة، كسؤال أخير، شو هي أبرز القضايا الحقيقة اللي تهم كبير السن والمتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة أو استخداماتها أو تطورها؟ شو هي أبرز القضايا اللي طرحت كذلك عليكم في الملتقى؟ القضايا اللي صارت عندنا من أبرزها، تعرفين الحين المستشفيات ما تستقبل كبار السن خاصة، يعني مش تعميم، بس إنه يصير إنه أحيانا محتاج الدكتور الحين في موضوع إنه أبى أروح أشوف الدكتور. فهذا صار الموضوع من القضايا اللي صدق عانينا فيها، إنه الشخص الكبير السن مش قابل إنه يشوف الشاشة أو يقعد يستوعب الموضوع، ليه ما يصير إن الدكتور يفهمه إن أنا قاعدة أشوفك وأنا معاك. في موضوع الزيارة المنزلية، حتى الزيارات المنزلية اللي كانوا أوردي متعودين عليها، يعني تعرفين تدخلين عند كبير السن يحط لك شفوالة يدري إنك جاية، فيفرش لك الأرض. الله يحفظهم. صح. الله يحفظهم إن شاء الله. فصار الموضوع إنه كيف يعني ما بتزوريني؟ لا أبويا قاعد أشوفك وأطمن عليك إن شاء الله، ما الله يفرجها إن شاء الله من هذه الجائحة. فمن الأشياء الصعبة كانت عندنا واللي واجهناها أمانة الموضوع مش متقبل فكرة الشاشة، أنا كيف أكلم الدكتور؟ إذا أبراوي وين يعورني؟ عرفتي؟ فهي الأشياء هذه كلها الحمد لله سهالات صارت وتقبلوها، بالعكس الحين مستفيدين أكثر ومستانسين فيها لأنه صار في سرعة لهذا الموضوع، وهذا اللي تسعى إليه دائرة الخدمات الاجتماعية، تقديم الخدمات بشكل أسرع. جزاكم الله ألف خير سكينة الحقيقة على هذه الملتقيات، بالتأكيد اللي تعم بالفائدة والنفع على كبار السن اللي هم معنيين بالأمر أصلا قبل كل شيء. كل الشكر والتقدير للأستاذة سكينة حسن هاشم، رئيس قسم إسعاد المتعاملين، عضو اللجنة التنظيمية لملتقى كبار السن العاشرة. شكرا. شكرا. شكرا شكرا جزيلا.